مشاهدينا نعود نرجع الى بلاطو برنامج صباح الشروق حتى نستقبلوا كذلك ضيوفنا لكل يعني كل ساعه راهم يلتحقوا بنا حتى نعرفوا انه الجزائر في كثير من التظاهرات اللي راهي تشهدها في هذه الايام الاخيره. الان التحق بنا يزيد حواتي ممثل ومخرج مسرحي ومرحبا بك. هي حفظك شكرا يعني. على الدعوه هذه الله يسلمك. وكذلك بوغافي زكريا وهو ممثل مرحبا بكم. الله صحيته. الله يعيشك. نعرفوا انه يزيد وزكريا اليوم جاوا حتى نتحدثوا على تظاهره راح تقام بولايه تيبازا ببلديه القليعه وهو هي الطبعه 23 لايام مسرح القليعه. بدايه خلينا نتعرفوا عليكم كبدايه الحديث. نبداو بك يزيد. يزيد حواتي طالب جامعي وممثل مسرحي ومخرج في حركه مسرح القليعه. الله يبارك. المسرح هذا بديناه كهوايه رانا دوكا في 5 سنين فيه. وين عطات لنا حركه مسرح القليعه عطات لنا لا شونس باش نكونوا ماشي غير ممثلين باش نكونوا حتى مخرجين وكتاب في المسرح. الله يبارك. وحركة مسرح القليعة دائما قد يعني نقولوا احنا دير تظاهرات واليوم حبينا نتحدثوا اكثر على التظاهرة اللي راح تقام ان شاء الله يوم الخميس يعني اليوم ان شاء الله وهي الطبعة 23 لايام مسرح القليعة. يلا بداية خلينا نتعرفوا على هذه التظاهرة اكثر زكريا. هذه التظاهرة راهي في 23 طبعة تاعها يعني 23 سنة وحنا نديروا في هذه الطبعة يعني ايام مسرحية نعرضوا يعني فرق محترفة وهواة فرق مسرحية وفيها يعني ورشات يقوموا بها أستاذ يوسف طاوينت ومحمد شرشال. محمد شرشال الحائز على الجائزة الأولى في المسرح المحترف ويعني فيها دي كونفيرونس محاضرات نقاش حول المسرح وحتى عرض للطفل للأطفال ويعني نوفروا هذا بأبسط إمكانيات يعني خاصة بالجمعية. يعني أنا على حساب ما قلت لي قبل ما ندخلوا الاستوديو أنكم يعني هذه تظاهرة غير رسمية. رجل أنا في الطبعة يعني غير محترف بها من السلطات الخاصة. مش غير محترف بها لكن لم تصبح مهرجان. ما زالت مجرد أيام مسرحية. احنا نعتبروها مهرجان. اوكي. لانها راهي في 23 طبعه وعندنا هنا في الجزائر كان مهرجان مستغانم اللي راهو في الطبعه 52 او داخل في الطبعه 52 بعدها يجي ايام مسرحيه المسرح القليعه اللي في الطبعه 23 لان قليل وين تلقاي ايام مسرحيه اللي قدرت تستمر 23 طبعه متتاليه. يعني كيحكي لنا الشيخ فوتو فيريودا وين كانت الجزائر في ايام صعبه وين كنا نديروا هذه الايام وما توقفوش. يعني لحقنا 23 طبعه وكي نجوا نشوفوا مازال ما ترسمتش مازلنا يعني لم تصبح بعد لحد الان يعني مهرجان. انتم هذا الشيء اللي راكم يعني تسعوا اليه. نحكوا كذلك انه اليوم راح تبدا هذه الطبعه بدار الثقافه احمد عروه لولايه تيبازا بالقليعه بدايه من 8:30 أوكي. راح يكون حفل الافتتاح يوم الخميس بدار ثقافة على 8:30 بعدها يوم الجمعة راح يكون بروغرام كومبلي كما نقولوا احنا من الصباح حتى العشية. يلا نحكوا على الورشات اللي راح تقام في هذا نقولوا احنا المهرجان او التظاهرة اللي راهي تقام بالقليعة. نبداو اليوم الأول وش فيه يعني البروغرام؟ اليوم الأول هو مخصص الافتتاح. اوكي. للافتتاح وكذلك هذه الطبعه خصصناها تكريم للفنانين السابقين. اها يعني شكون هما اهم الفنانين اللي راكم رايحين تكرموهم من خلال هذه الظاهره؟ حركه مسرح القليعه راح تكرم فنانين حركه مسرح القليعه السابقين منهم فتحي كروري منهم وثيق شعبان عدلان بوطيبه وكذلك راح نكرموا الفنان اللي نذكروه ونتمناو له الشفاء حمدان تامليانا. أوكي. استاذ تامليانا اللي راهو مريض اللي راهم جايين يشاركوا معنا مسرح مليانة محفوظ طواهري اليوم جايين يشاركوا معنا يوم الجمعة إن شاء الله على 8:30 بمسرحية البيت الوردي. أوكي. وإن شاء الله راح نكرمو أستاذ حمدان نطلو التكريم ونتمناو له الشفاء إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نتمناو له الشفاء العاجل. وبالنسبة للورشات اللي راح تقوموا بها زكريا الورشات حتى المحاضرات يعني اللي تصفي المسرح
نعم كاين ورشات وكاين محاضرات. الورشات كاين ورشه يوسف طاوين تيدير يعني ورشه في الاداء المسرحي، والورشه الثانيه حيقوم بها الاستاذ محمد شرشال، يعني راه معروف في الساحه الفنيه. وبالنسبه للمحاضرات كان محاضره محمد رابيا، محمد رابيا، محمد رابيا، محمد رابيا يقوم بها، يعني من فماك تتيح الفرصه وين الواحد يعرف شنو هذا المسرح يعني. وبين قوسين هذه الورشات مفتوحه لكامل كامل الناس، يعني الجميع، جميع الغاشي، جميع الناس، وتكون يعني الدخول لها مجاني، وكما نقولوا اعرف المسرح برك. يعني راكم رايحين من خلال هذه التظاهره يعني توعوا الناس باهميه المسرح يعني، وكذلك وش بالنسبه للورشات تحدثنا على اهم الورشات، وكذلك نتحدث على اهم المحاور اللي رايحين تطرقوا لها، وكذلك الصعوبات اللي دائما تواجهكم ككل طبعه يعني، وخاصه في التنظيم. هنا حركه مسرح القليعه دائما تسعى الى نشر جو مسرحي، على هذيك احنا الدخول راح يكون مجاني، وكذلك الورشات موجهه لجميع الناس، لانه هذا المسرح بدرجه اولى هو يثقف. على هذيك احنا ماذا بينا ننشروا جو مسرحي ماشي غير في مدينه القليعه، ولايه تيبازاك والجزائر ككل. على هذيك حركه مسرح القليعه باقيه مصممه على هذه الايام المسرحيه، وين نذكروا انه العام اللي فات هذه الايام كانت مغاربيه، وين يعني رفعنا المستوى الى اعلى الدرجات ونظمنا ايام مغاربيه مشاركه مغربيه ومشاركه تونسيه. أوكي. باش نترجاو باش نستناو الترسيم والتفاته من السلطات، لكن كما كل سنه يعني نفس المشكل انه مازال تعانوا منه، وهو انه مازال ما يكون هذه التظاهره تكون رسميه يعني ويعترف بها، حتى يعني تكون مهرجان لماذا للمسرح، وهكذا نتعرفوا على اهميه المسرح ويكون هناك ضيوف شرف. كما قلت سبق وذكرت انك يعني في الطبعه 22 كان في هناك ضيوف شرف من الشقيق المغرب وتونس، لكن هذه المره فضلنا نديروه من ناحيه يعني فرق كانت محترفه. أوكي. مسارح جهويه مثل المسرح الوطني الجزائري تيانا، المسرح الجهوي الوهران تيارو اللي هم راحين يشاركوا معنا، وكذلك مليانه اللي يعتبروا محترفين راحين يشاركوا معنا، وكذلك احنا دائما كي نديروا هذه الايام الفرق اللي في ولايه تيبازا دائما نوجهوا لها الدعوه، لان هذه الايام ماشي تخص القليعه فقط بل هي تشمل تيبازا ككل. على ذيك نوجهوا لها الدعوه للمشاركه في هذه الايام، وين شاركت معنا فرقه رياض الابداع لفوكا بمسرحيه الغاليه للمخرج يوسف حبوش. أوكي. وكذلك شاركت معنا مسرحيه فرقه الحاره لبوسماعين، وفرقه فكره كذلك لفوكا يشاركوا معنا، وجهنا لهم الدعوه باش يشاركوا معنا. هذا كل باش ننشروا جو مسرحي في ولايه تيبازا ككل. يعني وكيفاش تشوف انت الحركه الثقافيه وخاصه يعني المسرح في ولايه تيبازا وبالاخص يعني بلديه القليعه؟ المسرح في بلديه القليعه يعني معروف من زمان، لانه صح لانه خرج كثير من الطاقات الشبابيه المبدعه في هذا المجال. صح. والجمعيه تاعنا راح بدات تنشط كما نقولوا في 79، ودات لاغريمون تاعها في 89، يعني شوفي وين راهي شعل قديمه في القليعه، والناس في القليعه في الحقيقه يتذوقوا المسرح ويعرفوا يعني تفتح البيبان بدار الثقافه، يدخل لك جمهور يحب المسرح ويتذوق المسرح. وانا واش اللي يميز هذه الايام انه غاشي يجي، كاين ناس يعني من ذاك توصل حتى 500 شخص في العرض. قاعة انا هذا الشيء ما لاحظتوش في مهرجانات مرسمه، يعني ما لاحظتوش في مهرجانات كثيره في الجزائر. واش يعني بالك هذا هو الشيء اللي يميزنا. انا نشوف احنا يعني احنا هذه الايام نعتبروها مهرجان لانها في شكلها مهرجان، من ناحيه نوعية العروض المقدمة، من ناحية الجمهور اللي جينا، من ناحية عدد الجمهور، وحتى لو كان تشوفي في البرنامج تاع
تلقاي ما كاش وقت فارغ. صح. ورشة يعني عرض ندوة. صح، يعني هو ابتداء من اليوم ان شاء الله حتى يوم الى غايه الاثنين ان شاء الله راح يكون الختام على الساعه 6 مساء. نقول كمان وجهوا الدعوه كما وجهها كل من يزيد وزكريا الكل اللي يهتموا بهذا المجال والمسرح. ما عليكم غير تتوجهوا الى بلديه القليعه بدار الثقافه احمد عروه لولايه تفازة حتى يعني تعرفوا على كل ما يهم المسرح وايام المسرح. يعطيكم الصحه كل من يزيد حواتي وهو ممثل ومخرج مسرحي. بارك الله فيك. وكذلك بوغافي زكريا ممثل. شكرا لحسن الاستضافه. الله يسلمك. ربي يعيشكم وان شاء الله. نتمنى لكم التوفيق في هذا ان شاء الله. ان شاء الله وراكم كلكم مدعوين باش تشاركونا هذه التظاهره لانه المسرح هو مسرح موجه للشعب. هو ماهوش موجه المسرح للطبقه تاع المسرح ولا اللي يعرفوا المسرح. صح. لانه احنا المسرح ننقلوا افهم المجتمع، نتحدثوا على موضوع اجتماعي، على ذلك هذا المسرح هو موجه لعامة الشعب. عامة الشعب. على ذلك نرحبوا بجميع معنا ويشاركونا هذه التظاهرة ان شاء الله. ان شاء الله، ان شاء الله يعني دعوتكم تكون لحقت الكل.